مسلسل لابريا. حفرة عملاقة بتبلع الناس في الحاضر وبترجعهم لسنة 10,000 قبل الميلاد. في بداية الفيلم بنشوف إيف وولادها جوش وإيزي مزنوقين في زحمة المرور وبيتكلموا هما التلاتة في مواضيع عادية جدا، بس فجأة الأرض بتتشق وبتعمل حفرة بيزيد حجمها تدريجيا وبتبلع أي حاجة تقف قدامها. أول ما إيف وولادها بيشوفوا ده، التلاتة بينزلوا من العربية جري وبيحاولوا إنهم يهربوا قبل ما الحفرة تبلعهم، بس وهم بيهربوا جوش بيقابل بنت صغيرة واقعة على الأرض، فبيشيلها جوش وبيحاول يساعدها، بس الشقوق اللي في الأرض بتزيد والحفرة بتبلعه، والحفرة ما وقفتش على كده، دي إيف كمان وقعت في الحفرة، وبنتها إيزي لحقتها ومسكت إيديها، بس للأسف إيزي ما بتقدرش تنقذ والدتها، وقبل ما تقع إيف في الحفرة بتقول لها إنها بتحبها. الحفرة عملت ثقب كبير جدا في منتصف المدينة، ومحدش بيكون عارف سبب الفوضى اللي حصلت دي، وساعتها بيتعلن عن حالة الطوارئ في كل مكان. بننتقل بعدها لجافين زوج إيف، وبنشوفه هو واقف مع رئيسه في الشغل، وبنعرف إن جافين طيار حربي سابق، وإنه ساب شغله بسبب حادثة هو عملها بالطيارة بتاعته، والحادثة دي عملت له صدمة نفسية شديدة وهلوسات. بيشوف جافين خبر الحفرة في التلفزيون، وبيروح لمكان الحفرة بسرعة عشان يطمن على عيلته، وأول ما بيوصل هناك بيشوف بنته إيزي، وبيعرف منها إن زوجته وابنه وقعوا في الحفرة، وبيزعل جافين جدا لما بيسمع الخبر، وفجأة وهم واقفين بيخرج من الحفرة مجموعة من الطيور الغريبة، وبتطلع صوت عالي جدا قدام الناس اللي واقفة، وبتطير في السماء. في المشهد اللي بعده بنشوف إيف بتفوق في مكان ما تعرفوش، وبتبص بعدها في السماء وبتشوف إن في خط أخضر غريب ظاهر بوضوح، وبتلاحظ إن في صخرة جنبها عليها علامة بالدم الإيد غريبة. بعدها بتفتكر لقطات عن اللي حصل، وإن ابنها جوش وقع هو كمان في الحفرة اللي هي وقعت فيها، وبتدور عليه بعدها في كل مكان. وبعد فترة من البحث قابلت راجل ما تعرفوش، والراجل ده ما كانش فاهم أي حاجة من اللي حصلت زيها بالظبط. وبعدها بيلاحظوا هما الاتنين إن في دخان كتير طالع من مكان في الغابة، فبيروحوا هما الاتنين عشان يشوفوا سبب الدخان. أول ما بيوصلوا هما الاتنين لمكان الدخان، إيف بتلاقي ابنها جوش، وبتلاقي كل الحاجات اللي وقعت في الحفرة موجودة قدامها، وبتستنتج إيف بعدها إنهم وقعوا من الخط الأخضر اللي موجود في السماء، ومفيش أي طريقة إنهم يرجعوا من تاني. وبنشوف بعدها دكتور سام اللي بيطلب من كل الناس اللي موجودين انهم يجمعوا كل اللي يقدروا عليه من الاكل والميه، وفعلا كل اللي موجودين بيعملوا كده ما عدا شرطيه واحده اسمها ماري بيس. ماري بيس لقت علبه اكل وما رضتش تشاركها مع المجموعه لانها كانت متاكده انهم هيتخانقوا بعدين على الاكل اللي بيجمعوه لما الظروف تبقى أسوأ. فجاه بيطلع عليهم ذئب متوحش وبيجري الذئب ده وراهم كلهم، وساعتها الفوضى بتنتشر في المكان وكل واحد بيشوف له عربيه يستخبى فيها. الذئب بيجري بعدها ورا جوش وإيف وبيقدر انه يوصل لجوش وبيعضه من ظهره، وفي اللحظه دي بيتدخل واحد اسمه طاي وبيضرب الذئب بالنار وبيموته، بس للاسف الذئب بيكون اتمكن من جوش وبيعوره جامد في ظهره. وساعتها بيجي الدكتور سامو بيعمله الاسعافات الاوليه وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان ينقذ حياته، وبيروح هو وإيف يدور على عربية الإسعاف اللي وقعت معهم في الحفرة عشان ياخدوا منها أدوات عشان يعالجوا بيها جوش، وبتعتني راي لبنت سام بجوش على ما ييجوا. بننتقل بعدها لوس أنجلوس وبنشوف صوفيا كبيرة علماء وزارة الدفاع بتذيع بيان جمهوري وبتقول فيه إن أي حد وقع في الحفرة مات خلاص، وإنهم بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يرجعوا جثث. بعد ما الخطاب بيخلص جافين بيجي له رؤية وبيشوف فيها زوجته إيف وهي واقفة جنب الصخرة اللي عليها علامة الإيد، وبيروح بعدها لبنته إيزي وبيحكي لها عن الرؤية اللي جات له، وبيكمل بعدها وبيقول لها إن الرؤى دي بتجيله كتير من ساعة الحادثة اللي حصلت له قبل كده، بس كان بيشوف فيها مشاهد مشوشة ومتقطعة، بس المرة دي أول مرة يشوفها بالوضوح ده. في نفس الوقت بيبعت فريق صوفيا طيارة بدون طيار للحفرة، بس أول ما الطيارة بتقرب من النور الأخضر بينقطع الاتصال. بعدها جافين بتجيله رؤية تانية وبيشوف فيها الطيارة بدون طيار وهي بتتكسر، وساعتها بيروح لصوفيا وبيقول لها على اللي هو شافه، بس صوفيا ما بتصدقهوش وبتعتبره مخه اتلحس من الزعل على عيلته، وبنته إيزي ما بتصدقهوش هي كمان وبتعتبره مجنون. أول ما جافين بيحس إن محدش مصدقه بيقرر إنه يتصرف بنفسه وبيروح بسرعة للبيت وبيدور في الصور بتاعته هو وإيف، وده لأنه كان فاكر إنه شاف الصخرة دي قبل كده، وفعلا بيلاقي الصخرة وبيروح بعدها لمكانها. بنرجع بعدها لإيف وسام وبنشوف إن الاتنين لسه بيدوروا على عربية الإسعاف، وبالصدفة بيقابلوا طاي اللي كان عايز يموت نفسه لأنه شايف إن دي أسهل طريقة يموت بيها وإنه كده كده هيموت، بس إيف قدرت إنها ترجعه عن قراره، وساعتها راح معاهم يدور على عربية الإسعاف لأنه شافها وهي بتقع من الفتحة الخضراء. في نفس الوقت في لوس أنجلوس جافين قدر إنه يلاقي الصخرة فعلا وبدأ يحفر حواليها عشان يلاقي أي دليل يدل على زوجته وابنه. إيزي كانت واقفة قدامه فاكرة إن والدها اتجنن خلاص، بس جافين بيفاجئها لما بيطلع من تحت الصخرة خاتم زوجته إيف، وبتلاقي إيف واللي معاها عربية الإسعاف أخيرا، وبتلاحظ إيف الرسمة الموجودة على العربية وبتشوف إن التل اللي على العربية متطابق مع التل اللي قدامها،
ومن هنا بتفهم إنهم لسه في لوس أنجلوس بس في الماضي قبل ما البشر يكتشفوها أصلا. فجأة بيطلع ليهم نمر متوحش وبيبتدوا إنه يجري وراهم، وبيقع سام من فوق التل بسبب المطاردة دي، بس الاتنين التانيين ما بيعرفوش يروحوا له بسبب إن النمر بيجري وراهم. وقبل ما النمر يهجم عليهم بثواني النمر بيقع في فخ من صنع الإنسان، وده معناه إنهم مش البشر الوحيدين اللي عايشين هنا. إيف وطاي فضلوا يدوروا على سام لوقت طويل جدا، وبعد ساعات من البحث بيلاقوا سام أخيرا واقع تحت التل، وبيعرفوا إن ظهره مصاب جدا ومش قادر يتحرك. في نفس الوقت بيبقوا لازم يرجعوا المخيم حالا، وده لأن جروح جوش بدأت تتلوث. إيف وطاي بيحاولوا إنهم يشيلوا سام ويرجعوا بيه للمخيم، بس الموضوع بيكون صعب جدا عليهم هما الاتنين. ساعتها بيقول لهم سام إنهم يسيبوه يرجعوا للمخيم عشان يلحقوا جوش الأول، فبيقرر إيف إنها ترجع المخيم عشان تنقذ ابنها، وبتسيب طاي مع سام عشان ياخد باله منه. في المخيم بنشوف إن الشرطة ماري بيس لقت شنطة ممنوعات كبيرة جدا، وكان باين عليها إنها عارفة مين صاحبها، وبتسأل بعدها أي حد تقابله على واحد لابس جاكيت أخضر. وأثناء بحثها عن الراجل ده بتقابل بنت اسمها فيرونيكا وأختها الخرصة اللي اسمها ليلي، وبنعرف إن والد فيرونيكا واحد من الذئاب قتله امبارح وهو بيدافع عنهم، وكمان جر جثته معاه لمكان بعيد في الغابة. فيرونيكا بتسيب أختها مع ماري بيس عشان تخلي بالها منها على ما تروح هي تدور على جثة والدها مع واحد اسمه سكوت. وفي أثناء البحث سكوت كان شايف إن فيرونيكا متدينة جدا وإنهم لو تاهوا ربنا هيساعدهم بسببها. في الوقت ده إيف بتوصل للمخيم وبتجري بسرعة على مكان ابنها جوش وبتديله مضاد حيوي، وكمان بتبتدي إنها تخيط جروحه. بعدها بشوية بتتحسن حالة جوش وبتستقر درجة حرارته. في الناحية الثانية جافين بيشوف عالم على التلفزيون بيتكلم عن الحفرة، وبيفكر في إنه يتكلم مع العالم ده عشان يساعده بعد ما صوفيا حلقت له، وفعلا بيروح له وبيتكلم معاه. وفي الأول العالم ده كان شاكك في الكلام اللي بيقوله جافين، بس لما وراله الخاتم العالم صدقه. وبنشوف بعدها صوفيا وهي واقفة بتراقب المحادثة دي، وفي اللحظة دي استدعت جافين للقاعدة. أول ما صوفيا بتقعد معاه بتاخد الخاتم منه عشان تعمل عليه فحوصات وتشوفه كذاب ولا لأ، وبتحكي له إن من 3 سنين حصلت حفرة في الصحراء زي دي بالظبط في نفس اليوم وحوالين نفس المنطقة. وبعدها بشوية بتظهر نتيجة التحاليل، والتقارير قالت إن الخاتم ده موجود من 10,000 سنة قبل الميلاد، وفعلا بتصدقه صوفيا. بعدها صوفيا بتاخد جافين وبتوري له طيارة صنعوها مخصوص عشان تدخل الحفرة الزمنية، بس مش جافين اللي هيسوق الطيارة دي ويدخل بيها الحفرة، اللي هيسوقها هو صاحبه ليفي. بننتقل بعدها للماضي وبنشوف فيرونيكا وسكوت لسه بيدوروا على والدها. بعدها بشوية فيرونيكا وسكوت بيلاقوا جثة والدها محطوطة في وسط رمز كف مصنوع من الحجارة زي اللي كان مطبوع على الصخرة بالظبط. في الغابة بنشوف إن طاي وسام بيقابلوا راجل اسمه لوكاس، وبمساعدة لوكاس ده بيرجعوا هما التلاتة للمخيم، وبنعرف إن لوكاس ابن الشرطية ماري بيس بس بيشتغل تاجر ممنوعات. هو صحيح إنهم هما الاتنين متخانقين ومطلعين روح بعض، بس ماري بيس كانت بتحميه وبتداري عليه. أول ما رايلي بتشوف والدها بتاخده بسرعة وبتهتم بيه وبإصابة ظهره، وبتاخد الممنوعات اللي هما لقوها في عربية من العربيات وبتستخدمها كمخدر لحد ما تخيط له جروحه. لما سكوت بيرجع للمخيم بيقول لكل الناس اللي موجودين إنهم في سنة 10,000 قبل الميلاد، وده لأنه عنده خبرة واسعة جدا في علم الجيولوجيا. لوكاس ما بيصدقش كلام سكوت وبيروح بعدها يدور على مخرج بنفسه، وبتمشي وراه ماري بيس وبيكتشفوا فخ من صنع البني آدمين. إيف وطاي بيروحوا يدوروا على أي حاجة ياكلوها أو أي حيوان يصطادوه، بس وهم في رحلة الصيد بتاعتهم بيلاقوا دب قدامهم والدب بيهجم عليهم، بس الاتنين بيستخبوا في كهف. الخبر الكويس ان الدب مش هيعرف يوصل لهم، الخبر الوحش بقى ان فتحة الكهف اتسدت ومش هيعرفوا يخرجوا من الكهف. بس الاتنين بيتفاجئوا لما لوكاس وماري بيس بيظهروا وراهم، وبنكتشف ان الاتنين دخلوا الكهف قبلهم عشان يعرفوا مين الشخص اللي عمل الفخاخ دي، وبيروحوا هما الاربعة يستكشفوا المكان. بيوصلوا هما الاربعة لبركة مية في اخر الكهف. طاي بينط في البركة دي عشان يدور على أي مخرج، بس بيلاقي إن في مفاجأة كبيرة كانت مستنية على الناحية التانية، وبينطوا كلهم في المية وبيكتشفوا جثة ميتة بقى لها سنين، وبيعرفوا من هدوم صاحب الجثة إنه كان شخص جاي من المستقبل زيهم وفضل عايش وحيد طول السنين دي. وبنعرف كمان إن بعد فترة الراجل ده فقد الأمل وقضى على نفسه. أول ما بيخرجوا من الكهف بيقرروا هما الأربعة إنهم يخلوا اللي شافوه ده سر بينهم، لأنهم كانوا خايفين إن الناس تيأس وتقضي على نفسها زي ما الجثة دي عملت. وبيلاقوا بعدها فطر صالح للأكل. في آخر اليوم إيف والمجموعة اللي معاها بيرجعوا المخيم بكمية كبيرة من الفطر، بيبدأوا كلهم ياكلوا بسعادة كبيرة. وبيتكلم طاي بعدها وبيقول ليف إنه عنده ورم في المخ، وإنه قدامه وقت قصير جدا قبل ما يموت، وإنه كان يائس من حياته وعلى وشك إنه يقضي على نفسه، بس إيف لحقته في آخر لحظة وديته أمل في الحياة. بنرجع بعدها للمستقبل وبنشوف إن جافين وليفي بيراجعوا المهمة مع بعض، وفي لحظة صفى بينهم ليفي بيعترف لجافين إنه عمل علاقة مع زوجته، فبيمشي جافين من قدامه وهو متضايق من اللي سمعه. بعدها بشوية بتنطلق الطيارة، وأول ما الطيارة بتدخل الفتحة الزمنية الاتصالات كلها بتتقطع وبتتكسر الطيارة في الماضي، وساعتها بيفتكروا إن ليفي مات مع الطيارة. بننتقل بعدها للمخيم وبنشوف رايلي وهي بتشكر سكوت
عشان يستخدم الممنوعات اللي لقاها كمخدر لوالدها، وساعتها سكوت بيكون مبسوط من مجاملتها دي وبيعترف لهم انه خبى الممنوعات دي في مكان في الغابة، بس هو مش فاكر المكان ده. فجأة النور الاخضر بيزيد بشكل ملحوظ وطيارة ليفي بتخرج منه. تاني يوم الصبح انطلقت مجموعة من المخيم عشان يدوروا على الطيارة دي وبيقابلوا ليفي بعدها، والمجموعة بيكونوا مبسوطين جدا لأن الناس في لوس أنجلوس مش ناسيتهم ولا حاجة وبيعملوا أي حاجة عشان يساعدوهم. بعدها المجموعة كلها معاهم ليفي بيدوروا على الطيارة على أمل يعني إنها تكون شغالة، وبعد شوية بيلاقوا الطيارة فعلا، بس للأسف بيلاقوا إن المحرك والراديو بتاعها مكسورين، وبيقولوا إنهم لو لقوا قطع الغيار الصح للأجزاء البايظة هيقدر ليفي إنه يصلح الطيارة، بس مستحيل طبعا يلاقوا قطع الغيار المناسبة في العصر ده. بعدها بتبدأ المجموعة إنها تجمع الأكل اللي ليفي جابه معاه على الطيارة وبيستعدوا كلهم عشان يرجعوا المخيم، بس في اللحظة دي بتحصل حاجة غريبة جدا. الطيارة بتستقبل إشارة على بعد 3 كيلو في الغابة، وساعتها الأمل بيتولد عندهم من جديد في إنهم يخرجوا من المكان ده، وبيقرروا كلهم إنهم يرجعوا لمكان الإشارة دي. في نفس الوقت في المخيم فيرونيكا بتزعق في ليلي وبتقول لها ما تتكلميش مع أي حد في المخيم، وكلامها وتحكمها ده بيضغط على ليلي وبتجري بعدها في الغابة. وفي اللحظة دي ليلي بتشوف منظر مرعب جدا، عبارة عن جثة مشوهة الراجل كان معاهم في المخيم. ليلي كانت عارفة إيه اللي شوه الجثة كده، بس أختها فيرونيكا منعتها إنها تتكلم مع أي حد، وأول ما طيب يلاحظ الموضوع ده بيبقى كل همه إنه ينقذ ليلي ويحاول يعرف إيه اللي هي مخبياه. في الحاضر اصطدام الطيارة بالأرض عمل زلزال بسيط، وعليه تم إيقاف أي مهمة إنقاذ تانية. أول ما جافين سمع القرار ده خد عربيته بسرعة وراح لصوفيا المكتب بتاعها عشان ينتقم منها بسبب القرار الغبي ده، بس أول ما دخل المكتب اكتشف إن صوفيا في أجازة أساسا، ولقى بعدها صورة ليها مع واحدة اسمها ريبيكا، وقعد يفتش في حاجة صوفيا لحد ما عرف إن ريبيكا دي كانت واحدة من فريق العلماء اللي دخلوا الحفرة اللي كانت في الصحراء، وفضل يدور ورا ريبيكا دي لحد ما عرف العنوان بتاعها على الإنترنت. جافين كان متأكد إن ريبيكا عندها كل الأجوبة على أسئلته، وعشان كده خد بنته إيزي وراح على عنوان ريبيكا. تاني يوم الصبح جافين وإيزي وصلوا للعنوان، والمفاجأة إنهم لقوا صوفيا هناك. وبعدها صوفيا قالت لهم لما الحفرة الأولى ظهرت في فريق من العلماء راحوا عشان يستكشفوها، بس للأسف الشق الزمني قفل عليهم واتحبسوا هم في سنة 10,000 قبل الميلاد. العلماء دول كانوا قريبين مننا قوي، وعشان كده قررت أنا وريبيكا إننا نكمل مهمة الإنقاذ دي، واشتغلنا بجهد كبير جدا لمدة 3 سنين وقدرنا إننا نبني الطيارة اللي قدامك دي. الطيارة دي متطورة جدا وعملنا عليها تعديلات كمان عشان ما تسببش أي زلازل، وقررنا أنا وريبيكا إنك أنت اللي هتسوقها. في المخيم بنشوف طيب بيتكلم مع ليلي وبيحاول يخليها تتكلم عن اللي شافته امبارح. في اللحظة دي فيرونيكا بتظهر قدامهم وبتقول لهم إن ليلي ما بتعرفش تتكلم، بس ليلي بتتكلم وبتقول إنها شافت راجل عجوز جنب الجثة اللي شافتها امبارح، وبنشوف بعدها إن نفس الراجل العجوز واقف بيراقبهم. في الناحية التانية لوكاس اكتشف إن سكوت مخبي الممنوعات بتاعته في الغابة، ومن ساعتها ولوكاس مش بيفرقه لأن الممنوعات دي كانت بفلوس كتير قوي، وبيمشوا كلهم ورا الإشارة وبيوصلوا لمجموعة من الأكواخ جوه سور كبير جدا، وكان واضح جدا إن المكان ده اتبنى عن طريق البشر. وبيتكلم سكوت وبيقول إن المباني دي بترجع لحضارة أصلية، وبيتقسموا بعدها المجموعات، كل مجموعة مكونة من شخصين عشان يغطوا مساحة أكبر ويدوروا على مصدر الإشارة. جوش ورايلي بيلاقوا أوضة فيها باب سري بيطلع بره السور اللي حواليهم. في نفس الوقت إيفي وليفي بيوصلوا لمبنى غريب، وكان في علامة كف مرسومة بالحجارة على الأرض وفي وسطها جثة، وساعتها ليفي بيقول إن مهمته كانت إنه يدور على العلماء اللي اختفوا في المرة الأولى، والجثة دي جثة واحد من العلماء دول. وبنروح بعدها لوكاس وسكوت وبنشوف إن الاتنين بيتخانقوا مع بعض لما لوكاس عرف إن سكوت ضيع الممنوعات بتاعته، وفجأة هجم عليهم واحد من سكان الأكواخ دي وضربهم هما الاتنين وأغمى عليهم، وبره السور جوش ورايلي اترصدوا هما كمان، والسكان المحليين جريوا وراهم، وبمعجزة قدروا هما الاتنين إنهم يهربوا منهم وسط الصخور. وبعدها السكان المحليين بيجروا ورا ليفي وإيف وبيروحوا هما الاتنين عشان يستخبوا في كوخ، بس بيتفاجئوا لما بيلاقوا المكان مليان أطفال، وبيطلب منهم واحد من الأطفال دول إنهم يستخبوا، وبيكذب على السكان المحليين وبيقول لهم مفيش حد هنا. بيفوق لوكاس وسكوت وبيلاقوا نفسهم في المبنى الغريب وجنب الجثة اللي في علامة الإيد، وبيستخدم الاتنين ولاعة كانت معاهم وبيقطعوا بيها الحبل اللي كانوا مربوطين بيه وبيطلعوا يهربوا. بعدها بيرجع جوش ورايلي للأكواخ تاني عشان ينقذوا باقي المجموعة، وبيقابلوا المجموعة فعلا وبيساعدهم طفل صغير وبيوريهم طريق الخروج رغم إن الطفل ده حفيد زعيم القبيلة. قبل ما المجموعة تهرب السكان بيقفشوهم وبيستعدوا عشان يقتلوهم، بس لحسن حظهم بتظهر ست مجهولة وبتنقذهم في آخر لحظة، وبتهرب المجموعة بعدها وبترجع للمخيم تاني. سكوت كان مصدوم جدا لأنه سمع سكان القبيلة دي بيتكلموا إنجليزي في حين إن الأوروبيين لسه قدامهم قرون على ما يكتشفوا الأمريكان،
وبتوصل المجموعة للمخيم وبيحكي ليفي للناس اللي هناك كل حاجة حصلت بالتفصيل. في نفس الليلة توي بيروح لليلي لما بتكون لوحدها وبيحاول انه يكسب ثقتها عشان تتكلم معاه، وساعتها بتفجر ليلي قنبلة وبتتكلم وبتقوله ان فرونيكا مش اختها، وان فرونيكا ووالدها خطفوها من سنة وهي مجبرة انها تعيش معهم. من ساعتها توي اتصدم من اللي سمعه وقرر انه يساعد ليلي. اول ما فرونيكا وصلت بالاكل حست ان توي عرف الحقيقة، فلفت وشها بسرعة وطلعت تجري. في الحاضر ريبيكا خدت جافين لأثار حضارة قديمة، والمفروض ان الناس اللي وقعوا في الحفرة هم اللي أسسوا الحضارة دي، وفعلا بيتأكدوا من الكلام ده لما بيلاقوا بردية قديمة من إيف مكتوب بخط إيديها بتعتذر فيها الجافين لأنها ما صدقتش الرؤى بتاعته واعتبرته بيهلوس. وبيعرف جافين انه لازم يسوق الطيارة النهاردة لأن الفتحة الزمنية هتقفل بكرة بالليل، وإلا الناس اللي وقعوا في الحفرة هيفضلوا هناك للأبد. بكده بيكون في احتمال كبير ان جافين ما يقدرش يرجع قبل الزمن المحدد، بس هو بيقرر انه ينقذ زوجته وابنه مهما كان التمن. وهنا بنوصل لنهاية الجزء الأول من المسلسل. لو حابين نكمل المسلسل عرفوني في التعليقات، وشكرا على المشاهدة وسلام يا صديقي.